أما هلأ بدنا نرجع عن جديد سلمى، وبدنا نصبح على مشاهدينا، يعني القدماء وأجدادنا ما خلوا شيء وما حكوا، كانوا يقولوا إنه الأيام بكرة بتدور والزمن بيدور على الناس، وكمان في كلمة كتير حلوة، كل ساق سيسقى بما سقى. فهي الكلمات صارت على تحت مسمى مصطلح الكارما، ما بنعرف إذا إلها لسه أبعاد تانية، ومن وين اشتق هذا المصطلح، من وين إجا، وشو سبب انتشاره بالحياة الاجتماعية العامة، وشو الفرق بينه وبين الطاقة السلبية والإيجابية كمان يا سلمى؟ أكيد عفاف، وكتير أوقات بنسأل هل فعلاً الكارما هي قادرة أنه هي تغير بحياتنا، أو كلياتنا بنخضع لهذا التأثير، ولا فقط الأشخاص اللي بيكون عندهم إيمان بوجود الكارما فبيجذبوا هذا الشيء لهم. وكثير من التفاصيل يلي بتدور حول هذا الموضوع ومدى تأثيره الإيجابي أو السلبي على مجريات حياتنا، كثير من هالقصص رح نتعرف عليها ونلاقي أجوبة عن هاي الأسئلة اللي بتدور بذهننا. طبعا مع ضيفنا بالاستوديو، خلينا نرحب مثل العادة بالدكتور والكوتش سمير الهادي، وهو اختصاص بعلم الطاقة. صباح الخير دكتور سمير. يسعد صباحكم. أهلا وسهلا فيك. صباح الطاقة الإيجابية للجميع يا رب. آمين. صباح الخير كوتش. يسعد صباح. يعني كارما كتير ممكن تكون إلى عدة جوانب وعدة تسميات وعدة معاني، غير القدماء يمكن حددوا يمكن كلمة واحدة منها إنه الزمن بيلف وبيدور وبترجع الأفعال الشخص لعنده. خلينا نتعرف على هذا المصطلح بالضبط. هلأ بالبداية بالنسبة للكارما فهو مصطلح ضمن مصطلحات علم الطاقة. يعني هو تفصيل من تفصيل علم الطاقة الشمولي اللي بيجمع جامع لكل التفاصيل الأخرى. أما بالنسبة للتسمية فكلمة كارما مشتقة من كلمة كرمان باللغة السنسكريتية. نحن كلنا بنعرف أنه علم الطاقة هو من أقدم العلوم على وجه الأرض، فلذلك بنشوف بعض التفاصيل أو المصطلحات هي مأخوذة من حضارات أخرى وشعوب ولهجات ولغات أخرى. فكلمة كارما هي من اللغة السنسكريتية أصلاً، وبمعنى العمل، المعنى معنى كلمة كارما يعني العمل. أما بتفصيل أدق عن معنى كلمة كارما فهي دلالة على أنه مثل ما تفضلتي أشرتي أنه وكل ساق سيسقى بما سقى، كما تدين تدان، مثل ما بتزرع تحصد. بهذا المعنى حتى بتتمثل بالآية القرآنية الكريمة اللي بتقول بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، صدق الله العظيم. فهي بمعنى أنك أنت شو بتقدم بهي الحياة من أفعال كان خيرة أو أفعال سلبية فهي تدور وتعود إليك. بيبقى التوقيت توقيت إلهي، لكن هي حتماً حتعود إليك. لما بتعود بتعود بنفس الكم، بنفس الكم يلي أنت قدمته لهي الحياة. لما تكون أنت إيجابي جداً، عملت أعمال جداً منيحة، فبتعود عليك الكارما بنفس الكم ونفس الفعل يلي أنت قدمته بنفس الترددات بالضبط. أكيد. طيب دكتور سمير، أوقات كثير بنسمع عن مصطلح أو شخص بيقول أنا عملت كتير شي منيح بس ما رجع لي هذا الشي، أنا شو عامل لحتى عم بصير معي هيك؟ يعني في ناس كتير بتسأل هذا السؤال، أنا بشو غلطان أو ليش أنا عم بتحاسب، بشو عم بتقاصص بالحياة لحتى عم بصير معي هاي التصرفات، وين الكارما بهذا الموضوع؟ هلا هذا السؤال له شقين، يعني له جوابين. اولا نحن لما بنقول كارما وانا بانتظار تعود الي الكارما الايجابيه، فانا بدي تكون حياتي كلها ايجابيه، لما بدي يكون بموضوع واحد فقط ايجابي وانتظر الرد عليه، بينما انا بباقي التفاصيل لا، انا عم بكون سلبي ان كان بعملي او بتعاملي مع اشخاص معينين او مع اي مجال ثاني، انه اكون انا سلبي بمكان وايجابي بمكان، لا هون انا ما بدي انتظر الكارما الايجابيه. لانه في شيء يسمى تطهير الكارما. لما انا يكون في عندي افعال سلبيه فانا ما بدي اتوقع انه يجيني ردود افعال ايجابيه على المدى القصير الى ان تتطهر او تتنظف هي الكارما الموجوده. الشق الثاني هو موضوع التوقيت الالهي اصلا. أنا لما بعمل خير فما بالضرورة يكون باليوم التالي أو بعد يومين يعود علي، ممكن يعود علي بعد 10 سنوات، ممكن بعد 3 سنوات، هذا يعود بقى للتوقيت الإلهي. الفكرة هي بالاستمرارية، استمرارية الإيجابية، استمرارية الأعمال الخيرة. ما بدي أعمل عمل عملين ثلاثة وأفرح فيهم وأنتظر أنه يلا أنا بانتظار النتائج، لا، بده يكون في صبر وقدم دائما الإيجابية بكل مناحي الحياة.
مثل ما حكينا بالعمل مع العائلة مع الأشخاص الغرباء مع الناس ككل، أنا شو فيني أقدم أعمال خيرة بكل أنواع الأعمال الخيرة، والكارما راح تعود. بيبقى موضوع التوقيت الإلهي، لكن موضوع أنه أنا يكون في عندي خطوات سلبية كمان هذا لازم نكون حذرين منه، لأنه في بعض التفاصيل الناس ممكن تفكرها بسيطة جدا لكن هي لا تتخزن بالكارما، واللي هي مثلا مثل النميمة مثل الغيبة. كتير هيك مثلا يكون اثنين رفقات قاعدين مع بعض فبيحكوا على فيه أن الثالث مثل الكذب، حتى لو كان كذب بسيط كذب صغير، لا هذا كله يخزن ويتحول إلى كارما سلبية. ننتبه من هي التفاصيل وتتجينا الكارما. طيب مثلا هدول الشخصين يلي كانوا عم ينموا على حدا، شو ممكن كيف ممكن تنرد لهم الكارما بيوم من الأيام؟ هلا أولا بالبداية هون تسمى طاقة سلبية. نحن لما منقول كارما هي محصلة، يعني لما منقول طاقة إيجابية وطاقة سلبية نحن عم نحكي عن الصفات. أنا بحكي كلمة إيجابية فصار اسمها طاقة إيجابية، تكرار هاي الكلمات الإيجابية والأفعال الإيجابية يتحول إلى كارما إيجابية بالكون، هاي الفكرة. فلما بيكون في صفات سلبية مثل ما تفضلت وحكيت أنه موضوع النميمة أو الكذب أو الغيبة أو أي شيء من هدول التفاصيل، هو يتجمع ويتحول إلى كارما سلبية. هون بموضوع بقى يحتاج إلى الوقت، إذا أنا عدت عن هذا العمل ما استمريت بهذا العمل فبحاجة لموضوع الوقت وتعديل سلوكي باتجاه الإيجابي، وقتها لا ممكن انتظر الكارما الإيجابية بالوقت اللي ربنا بيختاره. معناها إلى أنواع وعدة جوانب وأبواب واتجاهات في إلى أنواع. طبعاً هي الكارما عم نحكي عن تفصيل مهم بعلم الطاقة. نحن دائماً منقول الخطوات بتبدأ بالطاقة الإيجابية والطاقة السلبية، أي منهم بيكون أهم، أي منهم بيكون أكثر، أي منهم بيكون له ثقل أكثر بالإنسان وتعامله مع الأشخاص ويتحول إلى هي الكارما. لهيك منلاحظ مثل ما تفضلت الأستاذة وحكيت أنه في بعض الأشخاص بيكونوا مناح أو بيجوا بيتواصلوا معنا بيقولوا والله أنا بقرأ قرآن، والله أنا ما بخلي عبادات، بس يا حبيبي أنت بتغش، يعني أنت بتقرأ قرآن بس بتغش بعملك. لا، بده يكون في توازن بالطاقات الإيجابية والسلبية، نحاول نقلص من الطاقات السلبية لأنه ما فينا حدا كامل. أكيد. نقلص قدر المستطاع ونرفع من مستوى الطاقة الإيجابية، وقتها لما بتقول يا رب ربنا بيستجب لك، وقتها لما بتعمل شيء منيح أكيد حيعود عليك، بس ما بدنا نحن نعمل شيء منيح وبالمقابل يكون في أشياء سلبية عم نعملها، هيك أكيد ما رح تعود علينا بالخير. صحيح. طيب خلينا نحكي كمان اليوم إذا كان في شخص عنده كارما سلبية وبده يحاول يتخلص منها، مثل ما قلت حضرتك لازم ينظف الكارما، هل هذا الشيء فقط بالتصرفات أم في شيء معين ممكن يتبعه؟ هل أهم شيء بالنسبة لهذا الموضوع هو النية والقرار والإصرار على تنفيذ القرار. أنا ما بدي يكون أقول خلاص أنا بدي أعود عن أخطائي وصلح من نفسي واتجه باتجاه خطوات جديدة وبعد يومين ثلاثة غير رأيي، بده يكون لا في نية صادقة وأخذت القرار وبعدين إصرار أنه شو ما صار خلاص أنا إنسان جديد، هاي الصفات السلبية اللي كانت عندي أنا بدي أتخلص منها. هون بقى مع الاستمرارية مع التكرار بالأفعال الإيجابية، وذكرتي نقطة هامة حضرتك أنه مو بس بالكلام أو بالتصرفات، لا بدنا نكون إيجابيين بالمطلق، إيجابيين بتصرفاتنا بأعمالنا بحديثنا بأفعالنا حتى بنوايانا، حتى بنوايانا نكون إيجابيين. فنحن كل ما كنا إيجابيين أكثر كل ما هي بتتقلص الكارما السلبية المخزنة بالكون، وبالتالي بصير في ثقل أكثر لهي الكارما الإيجابية، هون بتتغير حياتنا وبتفرق حياتنا. لا، أما لما يكون في استمرار على اتجاهين الكارما الإيجابية والسلبية طاقات من هذا النوع ومن هذا النوع، وأكيد ما رح يتغير شيء بحياتنا. حتى ربنا عز وجل بيقول وما يغير الله بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أنا إذا بدي أقول يا رب أعطيني مصاري أعطيني مصاري من غير اجتهاد وشغل وعمل وتطوير من حياتي العملية، أكيد ما رح تتغير شيء بحياتي. فلذلك لا، النية جدا مهمة والاستمرارية، خلاص أنا أخذت القرار واستمر بهي الإيجابية على كافة الصعد. أوكي. النية كوتش، ذكرت حضرتك أنه النية أو النوايا هون ممكن تندرج تحت مصطلح الطاقة أو الكارما، يعني أو كمان إذا فينا نعرف شو الفرق بيناتهم، يعني بتلاقي في كتير تقارب بيناتهم الطاقة والكارما، ما بعرف يمكن النوايا هي من الطاقة. هلأ بكل بساطة الصفات هي الطاقات. يعني لما منقول شخص صادق فهي صفة حميدة، يعني صفة تلمس الطاقة الإيجابية. لما منقول شخص نمام أو بيستغيب فهون نحن كمان عم نحكي عن صفة سلبية وبالتالي طاقة سلبية. الفرق ما بين الطاقة الإيجابية والكارما الإيجابية هو أنه الموضوع بيبدأ بطاقة إيجابية مع تراكم هي الطاقات. يعني حنعطي مثال أوضح،
أنا اليوم شخص بشوش مع عائلتي، صادق مع أصدقائي، مخلص بعملي، متفاني، خطواتي جدا إيجابية. هاي التفاصيل الإيجابية تتراكم تتحول إلى كارما إيجابية. هي ما فورا بتكون كارما إيجابية، يعني النتيجة هي الكارما الإيجابية. طيب النوايا هون شو تعتبر؟ كمان النوايا لها دور كتير مهم. طاقة ولا كارما تعتبر؟ لا، هي تعتبر طاقة من ضمن التفاصيل الحميدة أو الشريرة خلينا نقول. فلذلك نحن دائما بننصح مو بس بالافعال حتى النوايا، لانه احيانا في بعض البشر بيعملوا افعال جدا خيره لكن النوايا غير هيك. الظاهر شيء انه هو فعل جيد جدا لكن النيه بيكون شيء ثاني. في كثير هيك. اي تماما. بيحاولوا خداعنا يعني. فلذلك الكون او رب الكون ياخذ يعني بالنوايا. طبعا. انت شو النيه الداخليه فهي تسجل بالطاقه الكونيه. فلذلك لا، النية جدا مهمة بكل خطوة نخطيها. حتى أنا دائما بركز على موضوع النية بحياتنا العادية، بحياتنا العملية. أنا رايح على شغلي بنية أني أتقرب من الله وأني أعزز من نشاطي وأعزز من وعي وثقافتي. دائما النية مهمة. لاحظوا حتى بالعبادات دائما النية تسبق العبادات. نويت الصيام، نويت الصلاة، دائما النية هي شرط لقبول العبادات، لأنه النية هي أساس. والنية أهم شيء أنه تكون صادقة. ما بدنا نكون عم نضحك عربنا، لا، بده يكون في شيء ايجابي. خلص مثل ما حكينا قبل شوي، انا قررت غير من حياتي، فبدي يكون في نيه صادقه اني ابدا من جديد. اكيد. طيب دكتور سمير، اوقات كثير في اشخاص بيكون عندهم هوس بهذا الشيء بحياتهم، بصير كل تصرفاتهم كل شيء بدهم يشوفوا اذا رح يجذبوا الكارما او ما رح يجذبوها، لدرجه انه يضيعوا البوصله الاساسيه اللي هي انه انا كيف امشي بحياتي صح بغض النظر الباقي كلياته بيجي لعندي. كيف فينا نقوم هذا النوع؟ هلا كثير بنواجه مشكله من هذا النوع، انه في اشخاص بيحسبوا كل خطوه، بيحسبوا كل تفصيل ان كان متعلق بالجذب او بالكارما. لا، هون نحن بننصح دائما بالتوازن، نكون متوازنين قدر الامكان. مو كل خطوه اخطيها، مو كل حركه اتحركها بدي احسب شو رح يصير. خلاص انا نيتي صافيه، نيتي فيها خير، اعمالي جيده، وانتهى الموضوع، والكارما تاتي بالوقت اللي ربنا بيقدره. انا ما دائما لازم افكر انه باي وقت، وانه صار لي سنه انا ما صار معي شيء، صار لي شهرين وما تغير شيء. لا، ما بدي اقعد احسبها، بعمل اللي علي والباقي على رب العالمين. طيب دكتور، يعني وقت الشخص بيكون حاسب كل خطوة بحياته، هون بيكون منتبه لكل تصرفاته، ممكن يكون عنده إلمام بأمور الكارما والطاقة وبيعرف، هو مدرك تماما شو عم يعمل. بس في أشخاص بتلاقيهم ما بيعرفوا شو عم يصير معهم، بتصير معهم أحداث ممكن ينصدموا فيها، تصيبهم بالذهول، ما بيعرفوا هي شو معناتها، فبتلاقيهم هيك شوي ضايعين وبحيرة، بينسوا ممكن حياتهم كلها وبيركزوا إنه أنا ليش صار معي هيك وكيف صار معي هيك وتحت مسمى شو صار معي هيك. خلينا نعرف الدلالات لوجود الطاقة والكارما. هلا هون بقى بنعود لضرورة وجود التوازن. أنا ما كنت محملها زيادة عن اللزوم وأوصل لمرحلة الهوس مثل ما تفضلت وحكيت الأستاذة، ولا كنت مهمل لهذا النوع ومن هي الطاقات بشكل نهائي. لا، هي حاول كون قدر الإمكان متوازن، ما فكر بشكل كثير مبالغ فيه ولا أهمل التفكير بهذا الموضوع. في بعض التفاصيل يلي بتشير لوجود طاقات سلبية، مثل التفاصيل اللي بتبين على الجسد من التوتر مثلا، من المشاكل الجسدية اللي ممكن مثلا تشنجات بالكولون العصبي، أوجاع الرأس المتكررة نحن عم نحكي، فممكن تكون دلالات على وجود بعض الطاقات السلبية. فلذلك نحن لازم ننتبه كثير من هذا الموضوع، ومثل ما حكينا يكون في توازن دائم. دائما بكل شيء بالحياة نسعى للتوازن، أي شيء متوازن فهو شيء إيجابي. بس صعب كثير إنه يتحقق التوازن، يعني يعتبر من الكماليات. بده يضل في محاولات، دائما نسعى للمحاولات، كل ما كان في توازن أمورنا بتكون أفضل بكثير. أكيد. بالختام بدنا نشكرك كثير لوجودك معنا ولكل المعلومات اللي قدمت لنا اياها. وانا بدوري بتشكركم، يعطيكم الف عافيه. اهلا وسهلا فيك كوتش.